حسرة على المكتب. نتذكر قريت في السنة أولى ب والسنة الثانية دل. عندك المواد تاريخ، جغرافيا، تربية مدنية، بدنية، إسلامية، وعندك القراءة والمحفوظات. وفي الاخر الحساب. سي الحساب المرج نتاعو على مرح من الاول يعلموك تحسب بالاقراص والاعواد والنقود المزيفه، ومن بعد يجي جدول الضرب 4 في 9 8 في 6 7 في 7 امان وكالكولاتريس فاش تعمل وما تنجم تجيب 30 على 30 كان فكر وانجز باش تنجم تحل المساله. ترى فلاح يملك قطعه ارض فيها 20 زيتون، كل شجره زيتون فيها 50 زيتون. السؤال ما اسم الفلاح؟ وعندك الادوات مسطرة قوس معقل اقلام ولونه بلانكو غلاف احمر واخضر وازرق واصفر بالكروات كراسه ب 12 وكراسه ب 24 وكراسه القصه وكايده تكست انزلوا الالوان اولادي ارفعوا الالوان انزلوا الالوان والكل في الكتابه الكريمه نقصد الطبليه الزرقاء ثم هيا بنا الى قياستي الحين عدي تدخل القسم بعد ما تشد الصف زوز زوز باش تعدي نهار كامل مع سيدتي. دونك ما عندك حتى حل كان سي 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 باش يبل طلسة وساعات توخر ستي باش دي واحد اش باش يعمل اش باش يعمل اش باش يعمل اه دالا نزع شيخ وبعد الكشمار تخرج اش كون تلقى اشوش كاكي انا شوش انا شوش ازاش عني كاكي. في السنة الثالثة جيم عرضني لغز حياتي غاندي نو مانج غاندي نو في سا تواليت غاندي نو اي دون لا كويزين دون لا كويزين امان مش كونو راندي نو. وفي اخر ترينيس تجي وقت الكرنيات وتروح بيه للدار ويحصر كبايك ويبدا يفلم. أنا كنت صغير كنت تقرا على شمعة ويسألون بتاع المكتب هذا نتائج الحين عدي بيع ثم ماتيريت نقراهم في المكتب أما ما يتحطوش في الكرني كيما التفلي ونسيتين بفل سفرهم بيحملهم ودار ما تحركت معززي تخدمهم الفديد فديد اللي كارش بخدم في جدروسي القفة ستي ستي ماما هدات لك الفلاي بوكس هذايا باش تكونكت معاها في الليل وقالت لك هاي ورقة الحساب باش تحاول تصلحها وتلهميك اهي يا شوكولاتة امان تعطيني قدمة امان تسدني قدمة وعندك مين. وفي المرتبة الثانية في سباق الاغاني لهذا الاسبوع عاد ابي للداري من عمل النهار. اما في المرتبة الاولى نشيد النور في شفتي تعيش تعيش مدرستي وساعات المدير يدس فاستو ويهزنا في رحلة ويحفلوها عاد عيني على الكاكاوية عيني على الكاكاوية ويمشي معنا مي زهير ومي احمد ومي سعيد لما هما برجولية غنيو بالشرح دوبي دايشن دايشن ما هذا ما هذا الحين عدي وفي اخر العام عاد عملوا حفيفيله ويعطيونا تيبي عاد يعطيهم الجواز ونتصوروا مع ساتي وما يقعد لك سوفنير كان تصوير ديال القسم الجماعي الحين حم حم ايها المواطنون دون دون ايتها المواطنات أولادي تبعوني تربوني أمركم تطفوني تخسروني أنا اللي حكايتي عالهيت من غير ما تسأل من غير ما تفازي ظاهر من أولها شباب داجي وتريكي في سعلم بردلها وخلي تقول وراي تقول وعلمي رد شعللها أما برجلة ومن غير حقلة والفيديو كملها عالهيت راح حكاية عالهيت عالهيت هاني قدرك برجوليا